المقتولين هني أبناء حضارة عميقة وهني أبناء هذه الحياة، يعني هني لا يوقفون الموت، وهني ناس مؤمنين بقدرهم ومؤمنين برسالتهم، أن شعوب صاحبة سلام، صاحبة محبة، عندها رسالة ثقافية حضارية، لكن وهن شعوب محاربة وقت الشدة. فهيدا العرض هو بالظاهر هو فلكلوري، لكن الحقيقة هو عم يبعث رسالة محبة، رسالة أمل، رسالة سلام، أنه نحن شعوب حية، شعوب لا تموت. العرض هو العرس أبناء الحياة، بيحكي عن الحياة كيف كانت بسوريا ما قبل، ومنعبر كمان عن لحظة مرور الموت بالأحداث اللي صارت يعني. والفكرة الهدف من العرض أنه الحياة مستمرة.